وفي ذات المناسبة أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا مهيبا بعيد رفع الصليب المقدس، اشتمل على العديد من الفقرات بحضور جموع كبيرة من الشخصيات الدينية والرسمية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يعلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. تحت رعاية سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون احتفالا دينيا مهيبا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم بحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك، وحشد كبير من الشخصيات الرسمية وممثلي الكنائس الرسولية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجموع كبيرة من مختلف محافظات المملكة. في بداية الاحتفال قدمت مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية عزف السلام الملكي، وافتتحت الكلمات من قدس الأب إليكسيوس خاقيش أعرب للجميع عن فرح الكنيسة بعيد رفع الصليب المكرم، معتبرا هذا الحدث انتصارا للكنيسة بشكل عام. أيها الرب، يا من رفع على الصليب طوعاً، امنح رأفتك للمؤمنين المجتمعين اليوم تكريماً لعيد صليبك الذي بسطت يديك عليه طوعاً باختيارك لخلاصنا. فرحهم بقدرتك لتكن لهم يا رب نصرتك سلاح سلام وشعار انتصار. بارك يا رب بقوة صليبك النادي الأرثوذكسي وهيئته الإدارية، وارشدهم لعمل الصالحات والموافقات، لأن صليبك يا رب هو حياة وقيامة لشعبك وفيه رجاؤنا. فهلموا جميعنا نسجد للعود المبارك الذي به تم العدل السرمدي، فالمجد لتدبيرك الرهيب من أجلنا أيها المسيح الإله الذي به خلصت الجميع. فيا صليب المسيح خلصنا بقوتك. وفي كلمة رئيس النادي الأرثوذكسي السيد فوزي شنودة ألقتها عنه بالنيابة السيدة منى زغلول أمير سر النادي، رحبت خلالها بصاحب السيادة المطران خريستوفوروس راعي الحفل والأساقف الحاضرين والأباء الكهنة وجموع الشعب، مؤكدة أن النادي الأرثوذكسي هو بيت الجميع بكل محبة واعتزاز. وتحدثت عن مرافق النادي وتوسعاته الجديدة وعن الخطط المستقبلية له. اليوم هو عيد رفع الصليب المحيي، فلنستقبله بتراتيل النصر والابتهاج ونقول: يا من ارتفعت على الصليب طوعا أيها المسيح الإله، امنح بركتك على هذا النادي وكلله بنعمتك الإلهية لتقوده إلى ميناء الازدهار والرفعة، ليستمر في تحقيق أهدافه النبيلة، وأمطر علينا وعلى عائلاتنا كل نعمة من لدنك. النادي الأرثوذكسي وبفضل مؤسسيه وتضافر جهود الهيئة الإدارية الحالية وجهود الهيئات الإدارية المتعاقبة ولجانه العاملة وإداريه ومنتسبيه وداعميه، استطاع وبقوة أن يكون معلماً بارزاً من معالم هذا الوطن الجميل، وصرحاً أرثوذكسياً شاهقاً نفتخر به ونعتز بازدهاره. وفي الختام أشكر حضوركم الكريم، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل المقدس، داعية إلى الرب الإله أن يكون التوفيق والنجاح حليفكم في حياتكم العامرة بالمحبة والإيمان، وأن يديم نعمة الاستقرار والأمن والأمان على هذا الوطن الغالي في ظل ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله
ورعاه. وبعدها ألقى سيادة المطران خريستوفورس راعي الاحتفال كلمة معايدة للجميع بمناسبة عيد الصليب المكرم الذي يجمع الأحبة في هذا الصرح المبارك. وتحدث سيادته بجانب روحي مميز عن الصليب الذي كان أداة الخلاص حينما صلب رب المجد عليه، وروى سيادته للجميع قصة اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانا والبطريرك مكاريوس. الشعب كله كان يصرخ والصليب يرتفع في كنيسة القيامة ويبارك كل العالم من المدينة المقدسة، وهاد بتجدد هاي المباركة كل سنة بعيد رفع الصليب. ما بتفكروا أبنائي إنه عيد الصليب هيك بمر، اليوم بركة الصليب هي مع كل واحد فيكم، هي مع كل بيت من بيوتنا، مع كل مؤسسة من مؤسساتنا، مع كل مدرسة من مدارسنا وجامعاتنا، مع الوطن كله والعالم بأسره. هاي هي قوة ومفعول عمل النعمة الإلهية في داخل جسد الكنيسة اللي بتعطينا هاي النعمة والبركة إنها تنعكس على حياتنا. أبنائي، المسيح مش فقط مات على الصليب من أجلنا وخلصنا وافتدانا بدمه الكريم على الصليب، ولكن كمان ما اكتفى بهاد، ولكن هو كمان كان وهو بيبقى وهو اللي بيساعد كل واحد فينا بحمل صليبه الخاص الشخصي، لأنه مين منا بدون صليب خاص؟ كل واحد بيحمل صليبه الخاص اللي الله وحده بيعلم بمعاناة كل واحد فينا بحمل صليبه الخاص. وختم سيادته برفع الصلاة لأجل السيد فوزي شنودي رئيس النادي بأن يمنحه الله الشفاء العاجل ببركة صليبه المحيي المقدس. أرسموا صليبكم صح من فوق تحت البطن لليمين وللشمال. هاي هي قوة إيماننا، وهاي هي نعمة وبركة الصليب اللي هي تكون معكم تبارككم. وبهاي الأمسية كمان منرفع صلاتنا للسيد فوزي شنودة، الشخص اللي منحبه رئيس هذا النادي، حتى ربنا يعطيه الصحة، يعطيه كل نعمة وبركة، ومن خلاله صلاتنا لكل إنسان مريض في فراش المرض موجود في مستشفى من مستشفيات البلد والعالم. منصلي لربنا إنه نعمة وبركة الصليب تكون معهم حتى يجتازوا مرضهم بنعمة بصبر وبركة. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي. شكراً. وأحيت جوقة رقاد السيدة العذراء في محافظة المفرق بقيادة المرتل الأول في شمال المملكة الدكتور رامي سماوي الحفل البهي بلوحة فنية رائعة من التراتيل بهذه المناسبة المقدسة. Oh.
وفي نهاية الحفل صلى سيادته على حبات الرمان وأضاء النار في مشهد ختامي رائع.